أستاذة زهور الأسيدة في المجتمع المدني تعرف على شأن العام تكرم مجموعة من الوجوه الشابة في مقاطعة الحي الحسني، أشي المعايير اللي اعتمدتوا عليها في التكريمات هذه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تنشكركم على تلبية الدعوة وعلى التواجد ديالكم معنا كإعلاميين. بالنسبة لهذا الحفل كان ماشي يعني كان بإجماع ديال مجموعة أعضاء ائتلاف المجتمع المدني، احنا بغينا نديروا واحد تكريم الوجوه البارزة في العمل الجمعوي، في العمل الفني، العمل الرياضي، يعني في أي المجالات، الوجوه اللي اشتغلت في سنة 2023 وبينت على الوجود ديالها سواء على مقاطعة الحي الحسني، سواء حوض ليساسفة أو لا الحي الحسني. شنو المعايير اللي اعتمدتوا؟ اعتمدنا بزاف على الجدية، على العطاء، على الصدق في العمل، يعني بزاف الحوايج اللي كانت من المميزات اللي علاش اعتمدنا، ماشي يعني بحال مثلا فيسبوك الحر راه تم التكريم ديالو حاليا في الامارات، يعني كان هو يعني عنده بوادر يعني انسانيه. كاين على مستوى الاعلام كانت ارض بلادي دائما متواجده معنا في اي نشاط، في اي حاجه ما كتخص الشأن المحلي ديال المنطقه. بالنسبه للمجال الرياضي كانت توريا بن نوح راه تبارك الله بطله افريقيه عربيه اللي ما كتبانش اعلاميا، وهي تبارك الله معروفه عربيا وافريقيا وكتمثل النساء. كانت السيده كريمه في الدول اللي بنت المجال الخيري اللي كتعتمد يعني كتعتني بالاطفال واطفال الخيريات وكتوجههم والنساء المعنفات، يعني مجموعه ديال الامور اللي كتبان لي انايا. كان استاذ كريم النخله اللي هو استاذ تربوي في العمل الجمعوي وعنده باع طويل، يعني ماشي اللي تكونوا على ايدو اجيال واجيال في العمل الجمعوي. شي مصطفى، انت من الشباب اليوم اللي محتفين بك الائتلاف تاع المجتمع المدني للترافق على الشان العام، يعني كيف جاتك هذه البادره هذه؟ بالنسبه لهذه بادره طيبه، وكنشكر الناس اللي وقفوا وسهروا على هذا الحفل هذا، باش وكنشكر حتى الناس اللي صوتوا لي باش نكون انا مع هاد الناس في هاد الحفل هذا. وكنتمنى ان شاء الله من يعني جمعيات اخرين اللي حتى هما يقوموا بنفس البادره. شنو المجال اللي تعمل فيه من غير كره المضرب، اللي انت معروف بكره المضرب في منطقه تاع ليساس؟ بالنسبه للمجال اللي مميز فيه، انا كندير بزاف ديال المجالات. بالنسبه بحال هكا عندي واحد الهوايه اللي ركوب على الدراجه اللي ديجا درت بها المغرب كامل، اللي هي باش مشهور انا في المنطقه. بالنسبه لكره المضرب ليساسفه وكره المضرب، تشوف ان تيجيو الدراري الصغار اللي باغيين يتعلموا هذه الرياضات، لان عاده الدراري تاع المناطق الشعبيه تيمشيو لكره القدم، واش كره المضرب هي ولات تجلب الناس تاع المناطق الشعبيه؟ اللي بغيت يعرفوا الناس بالله ان ليساسفه الرياضه الشعبيه الوحيد اللي فيها هي كره المضرب، يعني دونك عندنا ديجا دي زونسيان جور في المنطقه، وعندنا ديجا ابطال في المغرب اللي من المنطقه ديال ليساسفه. يعني ليساسفة خرجت الابطال تاع كرة المضرب؟ بيان سيو، ليساسفة فيها دي زونسيان ابطال وفيها عاوتاني ابطال في الوقت الحالي. سي بوشعيب، منطقة الحي الحسني سواء ليساسفة او الحي الحسني او الولفة او هذا تتسخر مجموعة من الطاقات، يعني شنو الحوايج اللي خصنا نديرو باش نفرجو المواهب تاع الطاقات الشابة في هذه المقاطعة هذه؟ شكرا اولا اسبريس على الحضور وعلى التغطية ديالها المستمرة دائما لجميع الانشطة الجمعوية اللي كتقوم بها المجتمع المدني. كيفاش نفجر الطاقات؟ اولا حنا خدينا على عاتقنا كائتلاف المجتمع المدني للترافق على الشان العام اننا نديروا النسخه الاولى للتميز، والشعار هو الاعتراف كمبدا اساسي لتشجيع المواهب، وهذا نابع اولا من القناعه ديالنا بان هناك طاقات كثيره. اذا باش نخرجوا هذه الطاقات خصنا تثمين الطاقات، تشجيع الطاقات، نحتفلوا بهم ولو معنويا، يعني من كتحتفل بواحد الشخص معنويا راه كتعطيه واحد القيمه اضافيه انه يجتهد ويجتهد اكثر. وربما الا شفتوا حتى اللائحه اللي كاينه ديال المحتفى بهم، هما من ابناء المنطقه وهما طاقات وعندهم واحد القيمه اضافيه على الصعيد الوطني.